مشهور she's autistic عندها حاجة اسمها Asperger. ايه ده بقى Asperger؟ is الاوتيزم ده توحد. الاسبرجر اللي هو ليفل قليل من التوحد بيبقوا very intelligent. يعني very very intelligent. وهي نور very intelligent. بس بتبقى عايزة تقفل على نفسها. لا هي مش عايزة تقفل، هي ما بتفهمش البني أدمين. يعني زي ما احنا نخرج كده على العشاء ونقعد على ترابيزة ونقعد نهزر ونضحك ونبقى ساركاستيك، هي ما تفهمش. تفهمش الحاجات دي. هي جد، هي straight forward. ما تعرفش انت بتهزري ولا بتتكلمي جد. اللي عنده أسبرجر إيلون ماسك.